افتتح محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر معرض الحرفجية للمنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية. المعرض يهدف لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التفاصيل مع الزميلة إيمان حسن. في إطار اهتمام الدولة بالحرف اليدوية، نظم بنادي المدينة بالأقصر معرض الحرفجية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لرعاية أصحاب الحرف اليدوية. أحد المعارض اللي بينظمها الشباب بنادي المدينة بالأقصر، طبعا معظم يعني تحت مسمى الحرفجية. المعرض متواجد به مختلف أنواع الحرف الجلدية والخزف والمشغولات اليدوية. بصراحة يعني حاجة جميلة وحاجة راقية من الشباب ومن بعض الأسر اللي هي بتشارك في المعرض. يعني حاليا توجه الدولة وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة في تمكين المرأة اقتصاديا والمساعدة في أن تبقى الأسرة منتجة بدل ما هي مستهلكة، تكون الأسر منتجة. طبعا ده يعني احنا متابعتنا للمعارض دي ومساعدة في إقامتها بأسعار مخفضة وتكلفة يعني بسعر التكلفة، فطبعا ده بيساهم في أن الأسر دي يجي لها عائد معقول للأسرة، وفي في نفس الوقت بحاجة مريحة للمواطن، وهو إنتاج معظم الحاجات يعني خامات متواجدة في كل البيوت وشغل تستغل يعني الست بتستغل وقتها فيه وكده. النهاردة عاملين مع بعض بقى معرض الحرفجية اللي هو مش أول مرة، احنا عملناه أكتر من مرة قبل كده. النهاردة بس عاملينه في مكان هنا ضامن أكتر من 25 عرض وعرضة، ومعانا برضو جهة تانية مشاركة برضو معانا، برضو عندهم عارضين تبع تمكين المرة. شغلنا كله بيبقى حرف يدوية، مخبوزات، مفروشات، كل حاجات خاصة بالحرف. بنعمل معارض دي دايما عشان بنساعد الناس على تسويق منتجاتهم، وبنعملها في أكتر من مكان. يعني احنا هنا مشارك معنا زي ما بنقولي كده سيادتك كده السيدات أو الفتيات كلهم على فكرة بيعتمدوا شغلهم على الحرف اليدوية، بيعملوها في البيت، في اللي معاهم أماكن مثلا بيعرضوا فيها، في ناس بتخلص حاجتها، في ناس جاية معنا كمان من أماكن مختلفة، وإن كان إسنا أو أي أرمنت معنا كذا قرية مشاركة معنا. عندهم كمان عدة حاجات مختلفة في الاكسسوار، إذا كان كروشيه، مخبوزات، معنا كمان مخبوزات، معنا تصوير، معنا حاجات بورتريه، مفروشات، في معنا أركيت، وفي معنا خشب اللي هو السرسوع، في معنا كمان عدة حاجات، في معنا جلود طبيعية وجلود صناعية. النهاردة هتشوفوا معنا عدة عارضين وعارضين بقى من تشكيلة حرف يدوية مختلفة، ويا رب إن شاء الله كده ينال إعجابكم بإذن الله. ضم المعرض عدد من أصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم. تنوعت المعروضات ما بين منسوجات يدوية، تطريز، مشغولات خشبية، وسجاد، وإكسسوارات، وحلي. احنا النهاردة في معرض المنتجات الاول لشباب مدينة الاقصر في مشروع توفير فرص عمل بقطاع الصعيد. اغلب المنتجات اللي معانا هاند ميد، احنا بندعم بيها الشباب اللي لسه طالع يعني يقدر يفتح مشروع جديد. بنديهم مجموعة من التدريبات ومجموعة من الاساسيات بتاعة التعليم يقدر بيها يفتح مشروع. احنا يعني عطناهم مجموعة كبيرة من التدريبات، من اولهم تطوير منتج وتسويق الكتروني وتسويق، ونهيناها بمعارض زي كده على أرض الواقع. المنتجات دي تحف خشبية من قرية حجازة جبلي. الصنعة دي كان على معنا واحد اسمه بونا بطر سيون من فرنسا، هو اللي علمنا الشغل ده، جه عندنا البلد وبدأ يعلم الشباب الشغل ده، وأنا من ضمن الناس اللي تعلمت معهم يعني. فشغل الخشب ده مميز جدا، إن هو طبيعة خشب وبيدهن بزيت اسمه زيت الزيتون، بيبقى طبيعي وصحي جدا للأكل، مش زي الحاجات اللي بتتفاعل مثلا زي البلاستيك أو الحديد، ده بيتفاعل ساعات مع النار وممكن بيعمل حاجات ضارة بالإنسان، بس الخشب ده عمره بيعمل كده. يعني دايما تلاقيه زيت الزيتون وكده بيبقى صحي جدا في الأكل وكده. الطبق ده عشان أعمله ممكن أخد فيه مثلا 4 ساعات شغل وكده أو أكتر ممكن، يعني على حسب نوع الخشب، لأن الخشب ممكن تبقي حتة عقدة حتة كويسة، يعني على حسب الحاجات اللي بتكون موجودة فيه. يعني في التسويق أنا في الأول كنت أسوق عادي، بس بعد كده في اشتراك مع جمعية علمونا ازاي اتعلم في التسويق الالكتروني، فجابونا كذا حد يعني علمنا التدريب ازاي اعرف اشتغل على التسويق الالكتروني وكده، فدي من ضمن الحاجات بصراحه اللي رفعت منينا كويس خالص. يعني يهدف المعرض الى خلق مجتمع حرفي قادر على المنافسه عالميا
للحفاظ على التراث المصري من خلال تطوير تلك الصناعات اليدوية. من محافظة الأقصر، إيمان حسن. نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان حفل استقبال الطلاب الجدد، كما تم خلال الاحتفالية تكريم أوائل الطلاب للسنوات السابقة. التفاصيل في تقرير الزميل جمال صيام. أكد الأستاذ الدكتور عبد الله علي عبد الله عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان أن الأنشطة الطلابية هي الركيزة الأساسية في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات واكتشاف القيادات الطلابية، ودعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في تلك الأنشطة. جاء ذلك خلال احتفال المعهد باستقبال الطلاب الجدد وتكريم أوائل الطلاب والذين تم تكريمهم بمنحهم شهادات التقدير. نرحب الاول ونستقبل طلابنا الجدد، نرحب بيهم دائما، برحب بيهم وبولعوا امورهم في مؤسستهم وفي معاهدهم الموقر والعريق، ونحاول ان احنا نحسسهم كاولياء امور وليس كعمداء او اعضاء هيئه التدريس، وبالتالي ده تقليد احنا عاملينه دائما ان احنا نرحب بابنائنا. الخطوه الثانيه والشق الثاني في الحفله بل هو الاول ايضا تحفيز وتشجيع الطلاب الاوائل الذين حصلوا على 10 اوائل في الفرقه الثانيه والثالثه والرابعه، وده تحفيز. وبعدين انا بنعمل هذا التقليد حتى نوفر عنصر القدوه وعنصر التشجيع وعنصر التحفيز لطلابنا في الفرقه الاولى دائما، وبنحسهم على ممارسه الانشطه الطلابيه، وبنحسهم على الالتزام في سير العمليه التعليميه وفي العمليه التدريبيه، ونعمل جو من الاسره وجو من الانتماء عشان نعزز عند الطالب الولاء والانتماء للمؤسسه. مطالبنا نجحنا في تعزيز الولاء والانتماء للمؤسسة، وبالتالي حننجح في تعزيز الولاء والانتماء للمجتمع وأيضا لمصرنا الغالية. ومن جانبهم عبر الطلاب المكرمون من الأوائل عن سعادتهم بهذا التكريم، موجهين الشكر لأساتذة المعهد على ما بذلوه من جهد خلال سنوات الدراسة بالمعهد. واختتم الحفل بتقديم فقرات فنية وغنائية لطلاب المعهد. يعني أدي يعني شكري لسيادة العميد والأساتذة اللي ليهم شكر وفضل عليه طبعا، والحمد لله يعني إن أنا إيه إن المعهد كرمني زي كده، وإن أنا إيه خلاني إن أنا طالب متفوق زي كده، وبشكر الأساتذة برضو إن هو دول بعد فضل بعد ربنا طبعا. تمام، إن المعهد بيكرم النهارده في حفل تكريم للطلاب المتفوقين واستقبال الطلاب الجدد. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان والذي تأسس عام 1975 يعد ثالث أقدم معاهد الخدمة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وثاني أقدم مؤسسة تعليمية جامعية في محافظة أسوان. ويأتي تكريم الطلاب الأوائل بالمعهد والاحتفال باستقبال الطلاب الجدد في إطار الدور الريادي للمعهد واهتمامه بالأنشطة الطلابية وتكريم المتفوقين من الطلاب. من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، جمال صيام، قناة طيبة.